بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء مع قائد كتيبة الشهيد أحمد العلي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يونس العلي، قائد كتيبة الشهيد أحمد العلي. في موضوع بنحب نحكيه ونوجهه السادة أو أخواننا المسيحيين بكل أنحاء العالم، اللي هو نظام الأسد، الأسلوب اللي عم يتبعه من شان دور العبادة للأخوان المسيحيين واللي هي الكنائس، عم يحط فيها مدافع وعم يحط فيها دبابات وعم يحط فيها هاونات وعم يحط فيها ألغام وعم يحط فيها كل شيء. هلأ مثل نحن عنا هون بمنطقة جسر شغور كنيسة اليعقوبية، اللي بيروح عليها أو إذا بتحبوا هذا النداء، طبعا أنا بوجهه لكل أخواننا المسيحيين من أنحاء العالم، إذا بيحبوا يوجهوا أو يبعثوا بعث من كافة وسائل الإعلام، كان صحافة وإن كان تلفزيون وإن كان غيره، يشوفوا في عينهم إذا سمح لهم النظام الأسدي، يشوفوا في عينهم الكنيسة شو في بقلبها، ألغام، كنيسة اليعقوبية فيها ألغام. كلها حديقة الكنيسة مزروعة ألغام، فيها هاونات، فيها مدافع 130، فيها دبابات، فيها بي ام بيات، وعم يضربوا منها لكل القرى المحيطة باليعقوبية مثل زرزور، عمود، دركوش، سرقين، عم يضربوا مسافات بعيدة بالهاون 130، لأن الهاون 130 مسافته شي 30 كيلومتر. بقى نحن كجيش حر شي أكيد راح نرد على الضرب اللي عم يجينا، راح نرد على مصدر الضرب. عم يضربوا علينا من الكنيسه، اجباري راح نضرب على الكنيسه. بقى نحن ما بنتمنى، نحن كدين اسلامي ديننا ما بيسمح لنا انه نضرب اي كنيسه او اي جامع او اي دار من دور العباده لاي ديانه من الاديان، نحن ما ديننا ما بيسمح لنا، بس نحن مضطرين، نحن هالشيء هذا مفروض علينا لان مو بايدنا، غصب عنا. نحن شيء واحد عم يضربنا من الكنيسه ما راح نحط، وعم يوميا عم يموتوا المئات، يوميا عم يموتوا المئات وعم ينجرحوا وعم تهدم المنازل بسبب الكنيسه هاي، يعني بسبب هالسلاح الموجود، هالمدافع الموجوده بالكنيسه. لذلك نحن بالنادي اخواننا المسيحيين كل انحاء العالم، بالنادي كل الهيئات، الامم المتحده وغيرها وغيراتها، انه يجوا يشوفوا ويدفعوا ويشيلوا ويحاولوا انه يضغطوا على نظام الاسد ليشيل هالسلاح هذا من هون، لان نحن بالنتيجه اخر شيء نحن مضطرين نضرب. وبكره اذا ضربنا اهل الكنيسه هي، ضربنا الدبابات وضربنا الهاونات والمدافع، راح يقولوا عصابات، نظام الاسد راح يقول هذول عصابات ارهابيه. ليكوا تفرجوا شو عملوا بالكنائس، تفرجوا شو عملوا بالمسيحيه، هذول طائفيين، هذول عنصريين، هذول لا. نحن هالشيء هذا كلياته مشان نحن نوضح للكل انه نظام الاسد هو حط سلاح بالكنيسه، نحن ما يلا يشيل السلاح من الكنيسه، نحن بالعكس المسيحيين عنا، نحن هذول اخواتنا وبنحترمهم وبنحبهم ودينهم، احنا مسيحيين احنا اسلام متعايشين مع بعضنا من زمان، يعني مو من هلا، وما يوم اذينا بعضنا، بالعكس في علاقات اجتماعيه بتربطنا معهم، وفي هن جيراننا واهلنا اما نحن مضطرين نرد على نظام الاسد، على الدبابات، على الهاونات. بكره راح تدمر الكنيسه، اذا تدمرت مشان ما يلزقوا بظهر الجيش الحر، الجيش الحر بريء منا، كل شيء راح يتهدم هو برعبة بشار الأسد وعصابته وشبيحته. نحن بريئين تماما، ما لنا علاقة بشيء خالص خالص. بيحب تحبوا بقى يا أخواننا مسيحيين العالم بكل طوائفها، بتحبوا تبعتوا عالم تشوف شو صاير هون عنا، هاي اليعقوبية وفي غيرها طبعا أكيد، بس نحن عم نحكي هون عن منطقتنا، منطقة جسر شغور. شوفوا باليعقوبية شو صاير، اللي بيحب يبعت يجي يشوف، وأكيد بتعرفوا، نحن ما راح اكيد بتعرفوا، كل العالم بتعرف وين عم يحطوا سلاح، وين عم يتستروا. بقى اللي بيحب يبعث يشوف يتاكد يضغط، اللي بيحسن يساوي شيء ليتقصر، لانه هي الكنائس نحن بنحترمها وما بنتمنى انه ينهد فيها حجر واحد، بس اذا اضطرينا راح ندافع عن انفسنا، وايش ما كان الثمن يكون، لو حتى كان جوامعنا الثمن، لو في جيش اسد بالجامع نحن مضطرين نضرب الجامع، لان الجامع هذا هو الاسد عم يتخبى فيه، عم يتخبى عم يخبي سلاحه فيه، نحن مضطرين نضرب الجامع هذا او الكنيسه هي مشان ندافع عن نفسنا
ونقضي على نظام الأسد وعلى شبيحته، وإن شاء الله إن شاء الله ما رح نوقف لا عن جسر شغور ولا عند إدلب. إدلب قريبا محررة، جسر شغور قريبا إن شاء الله محررة. رح نتابع وهي إخواننا في دمشق مبلشين كمان، الله يعطيهم العافية وينصرهم، كمان بحلب بكل محافظات السورية الكل عم يشتغل، وإن شاء الله موعدنا كلياتنا في دمشق. كل عناصر الجيش الحر، كل كتائب الجيش الحر موعدنا إن شاء الله في دمشق، ونتمنى النصر لأخواننا بكل المحافظات، والله يعطيكم العافية.